السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نجري السحب على المسابقة الديقنية رقم 62. كما تلاحظون سؤال المسابقة الدينية رقم 62، البعض منا قد مل من الحجر ويعتبر حصار. اذكر كم حاصر كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، واذكر ما تعرفه عن هذه الحادثة. وهذا استعراض سريع للإجابات الصحيحة لهذا السؤال. عموما العدد الكلي للمتشاركين 111، عدد الإجابات الصحيحة 46. والآن نذهب إلى التطبيق لإجراء السحب الإلكتروني على الفائز بهذه المسابقة. طبعا من خلال السحب الإلكتروني، تطبيق السحب الإلكتروني، نلاحظ الأرقام، هذه الأرقام غير مشاركة بالسحب، سوف تستثنى من السحب. والآن نجري السحب على الفائز بهذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقم الفائز 105، مبروك للفائز 105، وإن شاء الله الفوز الكبير رضا الله والجنة ولجميع المشتركين. والآن نستمع إلى الشيخ عبد الفتاح الرنتيسي ليعطينا جواب وافي عن هذا السؤال، وجزاه الله خيرا.